أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة حلقة النهاردة حلقة مميزة. مصر عامرة بأبنائها المخترعين، والسؤال الذي يطرح نفسه: أين مؤسسات الدولة من هؤلاء المخترعين قبل أن تتلقفهم دولة أجنبية ثم يعودوا إلينا الاختراع بملايين الدولارات؟ ومعنا اليوم مخترع واختراع، لو تبنته الدولة سيحدث ثورة في الطاقة الميكانيكية في العالم. ولكن قبل أن أقدم المخترع والاختراع، كما تعودنا هستأذن من الأستاذ يحيى ومن الأستاذة الباحثة أم المخترعين، وده طقوس عندنا في البرنامج إن احنا بنقدم رسائل للمشاهدين في دقائق معدودة. أول رسالة من مواطن بقرية نزلة أقفاص الفاشن بني سويف، وده إن دل يدل على حب هذا المواطن لوطنه. ولو كل إنسان إيجابي زي هذا المواطن، مصر هتكون أجمل دولة. رسالة إلى رئيس الوحدة المحلية ومحافظ بني سويف ووزير الزراعة. نص الرسالة: استغل الفسد قرار التصالح للبناء على الأراضي الزراعية لمدة غايتها 1/7/2017، ولكن ما زالوا يبنون على الأرض الزراعية الخصبة مع تواطؤ رئيس الجمعية الزراعية بالبرقي، حيث يدفع كل مخالف رشوة لرئيس الجمعية لتسجيل محضر البناء بتاريخ قديم قبل 2017، وبالتالي يفلت من العقاب ويرفع المحضر للإدارة الزراعية ويتم التصالح على أساس أنه بناء قديم، وما زال البناء مستمر في هذه القرية، قرية نزلة أقفاص ببني سويف، حتى الآن بسبب فساد رئيس الجمعية الزراعية. يبقى إذن يعني بعض الناس استغلوا قانون التصالح على الأرض الزراعية ولعبوا لعبة إن هم يسجلوا إن هم بانيين بتاريخ قبل 2017 بتواطؤ المسؤول. الرسالة الثانية من 80 عامل بالأجر في المقاولين العرب، وهم يعملون في العاصمة الإدارية منذ عامين بعقد يجدد كل 6 أشهر، وحتى الآن لم يجددوا العقد. لماذا؟ حتى لا يتم العمال 3 سنوات، وبالتالي يحق لهم التثبيت. والسؤال اللي بيطرح نفسه، العمال بيقولوا ان بعض المهندسين والموظفين اصحاب الحظوة اذا خرجوا المعاش يجدد لهم بعقد مع الاحتفاظ بالسيارة والسائق الخاص. يبقى اذا دي صرخة ان هؤلاء العمال يستحقون تقدير او تجديد العقد. الرسالة الاخيرة، ودايما احنا مع الشعب المصري او مع السواد الاعظم للشعب المصري، مش هاشتاج 13,000 ولا بس مباشر 20,000. الرسالة بتقول ايه؟ ودي رسالة يعني مش مني انا حقيقي، يعني ده يعني ناس كتيرة طلبوني بيها. رسالة بتقول: يا محمد يا علي يا زير النساء، يا محمد يا ناصر يا بلاص المش، يا معتز مطر يا اللي بتهش ولا بتنش، الشعب المصري حقيقي ما عندوش وقت يعمل ثورة، لأن في واحد قاعد يقرأ قرآن، واللي عامل قاعدة صلح في الديوان، واللي قاعد على القهوة يلعب 10 ضمنة، واللي رايح الاستاد هو وسعاد ويشوف مصر في أجمل عصر، واللي رايح يعمل نظارة، واللي شغال في محطة الضبعة، واللي شغال في العاصمة الجديدة، واللي شغال في توصيل الغاز، والناس اللزاز اللي شغالين في 500,000 فدان أو 1.5 مليون فدان، وموبيليا كمان شغالين في دمياط، واللي شغال في 7,000 كيلو طرق وكباري، والعشوائيات اللي انتقلت للأسمرات والروضة، والطاقة الشمسية في أسوان عند عمي هواري، وحقل زهر والجلالة كمان، والإسالة في دمياط.
دي بعض رسائل الشعب المصري لهؤلاء الخونة اللي قاعدين يتخيلوا ان الشعب هيثور. هذا الشعب خد قرار عدم الثورة. فإذا دي رسالة من السواد الأعظم للشعب المصري. هنكتفي بالرسائل عشان موضوع الحلقة شيق، ونرحب بالمخترع، يعني بالنسبة لي مخترع عظيم، لأن يعني اختراع حقيقي بعد أن قرأت عنه ليس له مثيل في العالم، فيحدث ثورة كبيرة في العالم. أهلا وسهلا الأستاذ يحيى. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كمان أرحب بأم المخترعين كما أطلقوا عليها، وهي طبعا تاريخ يعني عظيم. هي رفضت ان احنا نذكر كميه الاعمال اللي هي بتقوم بيها، واكتفت بام المخترعين الاستاذه فاطمه. اهلا استاذه أهلا فاطمه. اهلا بسعادتك. اهلا. هنبدا استاذ يحيى يعني بموضوع الاختراع بتاع حضرتك اللي هيوفر 90% من الطاقه الميكانيكيه، مش في مصر، في العالم كله. ادينا فكره عن هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو يمكن المشروع بدأت فيه أو كان بدايته من سنة 94 معايا. كان الهدف منه إن أوفر أكبر قدر من الطاقة في مجال في كومبروسر المكيف. لكن مع الوقت وتطوره يمكن سجلته في 2009 تحت اسم محول حركة. وما وصلت يعني الخطوات الجديدة فيه سجلته تاني بعد ما صنعت نموذج في 2018، وسجلته في شهر 1 2018. كجهاز او نظام ميكانيكي هو بيحول المقاومه بتاع الشغل لميكانيكا ساكنه بنسبه 90%. يعني الحاجه اللي بتشتغل ب 100 بقدره محتاجه شغل بقدره 100 حصان، لا بالنظام بتاعي بيشتغل ب 10 حصان بس. ده مش كده بس، ده بيغير او بيطور من استراتيجيات العمل. يعني ممكن يبقى البير اما بيجي يشتغل مثلا على بير ميه، امكانياته بدل ما بيشتغل على عرق ميه واحد لمده 15 سنه البير وينضب، لا هو بيشتغل على مجموعه عروق ويتنقل بناتها، وبعد مثلا فاصل من الزمن كل عرق يعني بيشتغل مثلا عليها 10 سنين مش 15 سنه عشان ما يجففوش، يرجع ليه مثلا بعد 50 سنه يكون عمل استعاضه بفعل عامل الزمن، فالبير يشتغل معايا مدى الحياه. يعني بدل ما البير بيشتغل في الواقع حاليا 15 سنه بالاختراع بتاع حضرتك هيشتغل مدى الحياه. يشتغل مدى الحياه. ده رقم واحد. رقم اثنين. بيوفر طبعا كجهاز بيوفر 90% من الطاقه، فبالتالي بيوفر 90% من الحراره المنبعثه في الجو. من ضمن المميزات بتاعته لما نيجي مثلا نشوف العربيه او موتور العربيه، هتلاقي ان الفاقد الميكانيكي في موتور العربيه 70% بيروح لاداره الاله في حد ذاتها، واحنا بنستفيد ب 30%، في حين ان النظام بتاعي الفاقد الميكانيكي اللي فاضل الفاقد الميكانيكي 3 ارباع حصان، فلو انا شغال مع نظام ب 10 حصان يكون بالفاقد الميكانيكي معايا 7%. يبقى اذا احنا هنا يعني انا الفاقد يعني الفاقد الميكانيكي من 70% ل 7%. الجهاز في حد ذاته بيغير استراتيجيات كتيره، يعني مثلا في مجال الطاقه في القطار مثلا، انا قرات حضرتك في القطار بيعمل ايه في القطار؟ موفر للطاقه الميكانيكيه. هو طبعا بعيد عن شغل الجرار خالص، انا بحطه تحت العربيات، والقطر بعد ما بيوصل لسرعه 70 كيلو بيحاول اندفاعه لطاقه وضع، وبالتالي انا مش محتاج الجرار، فيوفر معايا ايه؟ يوفر معايا طاقة ان الجرار شغال، ويوفر معايا 9 مرات صيانة من كل 10 مرات صيانة للجرار. تاني حاجة بينتج نقف عند النقطة دي. يعني اذا انت الجهاز بتاعك بيتحط تحت العربية فبيوفر طاقة ساكنة، وبالتالي ممكن اطفي الجرار والقطر يمشي من غير الجرار. بيحول اندفاع القطر لطاقة وضع، زي طاقة الوضع ديت للي ما ياخدش باله منها، اما تيجي مثلا سيارة على منظر كوبري من غير موتور او من غير حاجة، في حاجة تحوشها من الاندفاع والجري. لا طبعا بتنزل مندفع عشان طاقة دي طاقة الوضع، او دي صورة من صور طاقة الوضع. الجهاز عشان نوضح للسادة المشاهدين ممكن بيحول في تحت كل عربة بيحول الطاقة، بيحول اندفاع القطر لطاقة وضع، وبينتج طاقة تمشي 9 قطارات. ما شاء الله. بالتالي اقدر اعمل له شبكه للسكه القطارات، شبكه كهرباء زي المترو، بس بعد ما بياخد كهرباء بينتج كهرباء القطار الواحد يمشي 9 قطارات انتاج الطاقه. طب بالنسبه للسفن؟ بالنسبه للسفن هو طبعا كتوفير في 90% من الطاقه، يعني السفينه يعني بياخد نسبه بتحتاج لطاقه كبيره لان رحلاتها طويله.
لكن الميزه اللي اهم من كده، في حاله وجود عواصف شمسيه او تفجيرات نبضات كهرومغناطيسيه، يقدر الطاقم اللي عليها من خلال نظام محاكي للتجديف يجمع لو 20 فرد يعني على جهاز محاكي للتجديف، هيقدروا يدوروا اكس بقدره 400 فرد، يعني بقدره 400 فرد كانهم بيقدفوا، فيقدروا يرجعوا بالمركب او كانت مركب قطعه بحريه مثلا عسكريه في حاله مواجهه تفجيرات نبضات كهرومغناطيسيه، تقدر بالنظام ده ترجع. يعني لو مثلا ما يفضلوش فيها الموج تلعب بيهم لغايه ما ترموهم على اي شاطئ طبعا. يعني لو الطاقه بتاع السفينه او يعني في تفجيرات نبضات كهرومغناطيسيه اللي هو السفينه العسكريه او المركب العسكري، يقدر مثلا بالنظام المحاكي للتجديف يشغل اكس يدور لمروحه الطرد انه يقدر يمشي بالسفينه كما لو كان ال 20 فرد هم اللي بيدوروا يعني بالجهاز او بالنظام بتاعي كانهم بيدوا 400 فرد بيقدفوا، لان الدراع في حد ذاته بيضعف قدره الفرد، وتحويل المقاومه الميكانيكا ساكنه بيدي القوه 10 امثله. طب حضرتك انت عامل نموذج يعني عارضينه على الشاشه للجهاز. نعم. يعني هو الجهاز واقف على التصنيع. واقف اعتماده للدوله، يعني مثلا رحت اماكن زي مثلا الهيئه الطاقه الجديده المتجدده فطلبوا مني حسابات الكفاءه، حسابات الكفاءه لازم اجيبها لهم من جهه معتمده زي المركز القومي للبحوث. فالكلام ديت مثلا انا مثلا بعت قطعه في ارض في ان انا اصنع الجهاز. فطب هجيب منين تاني؟ يعني اذا انت المركز القومي للبحوث قال لك ما فيش فلوس. مش المركز القومي للبحوث، المركز القومي للبحوث انا لما اروح كجهه، انا كراجل منتج وعاوز حسابات كفاءه. انت اللي بتدفع. انا اللي بدفع عشان يعمل لي حسابات الكفاءه ديت واخد منه شهاده معتمده. انا لو رحت للجهه اللي طالبه مني واقول له انا عملت لك حسابات الكفاءه 1 2 3 يقول لي لا، ما انت مش جهه معتمده، لازم اخدها من المركز القومي للبحوث. يعني انا متوقفه على فلوس تقدمها للمركز القومي للبحوث. هي الجهه اللي قالت لك اعمل لي هيئه الطاقه الجديده ما عندهاش مقدره انها تدفع الفلوس للمركز القومي للبحوث. اذا كان هذا الجهاز يعني هيوفر لي 70% من الطاقه، 90% 90% من الطاقه، ده مش هيوفر لي 90% من الطاقه. يعني انا مثلا قعدت وتناقشت او فهمته ان الطاحونه ال 100 كيلو ثمنها 200,000 يورو من الكتله الشرقيه على اساس انها ارخص من الصناعه الغربيه. فما اجي احط الجهاز بتاعي الطاحونه هيطور الطاحونه انها تنتج 10 مرات، انتاجها هيتضاعف 10 مرات. اصبح كان انا جايب 10 طواحين قيمتهم هتبقى القيمه الفعليه كام؟ 2 مليون يورو. لكن انا لما تكون طاحونه واحده احط الجهاز بتاعي بالخدمات الكماليه مثلا لو توصل هنفترض انها 100,000 جنيه مش هتوصل المبلغ ده. يعني اذا انت جهاز اصبح وصلت بالطاقه المنتجه منها من الطاحونه من الطاحونه الواحده او اصبح يعني نزلت بالسعر ل 10%. ده السعر وده كمان انت كمان جهازك هيشغل 10 طواحين مش طاحونه واحده. واصبح التكلفه بتاع الطاقه اللي خارجه نزلت 90%، يعني بقت بقيمه بنتجها ب 10% بس. بل لو انا بصيت لمرحله ابعد وحبيت اطورها واصنعها محلي ممكن ان نستخدم ابراج الضغط العالي بعد تدعيمها عشان تقدر تقوم بوظيفتها وبالارتفاعات اللي انا عاوزها، والبرج هيشيل 12 مروحه اصبح عندي 12 مروحه في 12 مروحه. انا لو عملت 100 برج بالشكل ده هديني ما يعادل محطه بخاريه زي محطه شبرا الخيمه بتنتج مليون كيلو وات ساعه. كل ده بالجهاز 250 واط. انا دخلت يعني بالجهاز بتاعي 250 برج، يعني انا بنتج قد السد العالي بطاقته الكامله. يعني انا مش عارف والله، يعني انا اقول ايه، يعني ما فيش جهه اللي بتصرف الملايين على حاجات فاضيه يعني تعمل قياس للجهاز وتقدمه للجهه اللي عاوزه تنتج. يعني احنا مش عارف والله، يعني وزاره الصناعه فين؟ يعني يبقى اذا احنا لو لخصنا الجهاز تاني، اولا بيستخدم في القطارات، تاني حاجة في السفن، بيستخدم في جميع القطاعات الصناعية حتى بما فيها المصانع، لان انا ما كان بيبقى موجود في مصفوفات. فانا لو حطيت الجهاز بتاعي لأول صف ومشيت، وده نظام قديم كان موجود، والاكس تحت مش تحت المكنة، كل مكنة فيه ترس بينقلها مع جير بوكس يديها السرعة اللي هي عاوزاها، اوفر 90% من الطاقة كمان في المصانع. في المصانع في كل حاجة، في لو استخدم مثلا على مستوى الجيش ده حاجة تانية. لأن أنا بوفر 90% من نقط الوقود، بحرم العدو من 90% من أهدافه الاستراتيجية.
يعني هي حتى بيستخدم في النواحي وخصوصا العسكرية. ده غير كده ان مثلا اديني يعني طبعا الماتور اما يبقى مثلا قطع تقيله او الحاجه بتحتاج مواتير كبيره، فانا بوفر 90% من الماتور. فبدل لو انا مثلا شغال فرضا ماتور 100 حصان يبقى هشتغل ب 10 حصان بس. يبقى إذن بيوفر طاقة في القطارات، بيشغل الجرار بدون ما يكون شغال أصلا بطاقة بيتحول بيحول اندفاعه لطاقة بطاقة لطاقة وضع. الوضع، والقطر يمشي بطاقة الوضع، يبقى أنا وفرت طاقة. والسفن كذلك لو تعطلت في المية بيظهر بالجهود الذاتية، يعني العطلة دي بسبب مثلا حاجات خارجة بتؤدي لتوقف نظم الطاقة، سواء عواصف شمسية أو تفجيرات نبضات كهرومغناطيسية. طب انا عاوز اكلمك في العاصفة الشمسية دي، لان انا قريت عنها حاجات خطيرة جدا، انها هتبقى سبب لتوقف نظم الطاقة، نظم الطاقة في 2000 كام؟ 2033 هو ولا 2000 في كام؟ في 3 تقارير علمية عن 3 جامعات أمريكية من سنة 2018 إن في ال10 سنين الجاية ديت في عواصف شمسية توقف نظم الطاقة، ولكن في تبقى الأخطر منها التفجيرات النبضات الكهرومغناطيسية. فإحنا شفنا في 2017 إزاي أمريكا ما قدرتش تقوم بدورها، زي ما بتقول إن أنا شرطي العالم ضد كوريا بسبب تهديد بها تفجيرات النبضات الكهرومغناطيسية. في الخليج العربي شفنا ازاي انها راحت باساطيلها عند ايران وما قدرتش برضه تقوم الى جانب ان امريكا نفسها اصبحت في حد ذاتها في حال تهديدها بالصواريخ الروسيه اللي وصلت انها ب 10 امثال السرعات اللي موجوده، وان اندفاعاتها مش تقدر غير ان عمليه الردع بتاعتها هتبقى تفجيرات النبضات الكهرومغناطيسيه. يبقى الجهاز بتاعك ده له دور، ايه دوره بقى؟ دوره هنا يعني انا مثلا ممكن اشغل بيه تريلا بقدره الحيوان في عدم وجود طاقه خالص، اقدر اشغل محطات الميه، اشغل الابار بقوه الحيوان. يبقى اذا بالتالي تقدر تتغلب على مشكله الطاقه الكهرو، على مشاكل توقف في نظم الطاقه بسبب تفجيرات النبضات الكهرومغناطيسيه او العواصف الشمسيه. يعني الجهاز دوره خطير جدا، يعني اذا تقدر تتغلب على المشكله دي من خلال الجهاز. وده اللي هيفتح لي الافاق ان انا مثلا يعني مثلا يكون يعني كخطه مستديمه ك يعني خطه مستديمه كتنميه مستديمه كجهاز بيقضي لي الغرض للتنميه المستديمه ويديني او بيعمل لي جذب للاستثمار وبيعمل فرص لي عمل. بيديني فرص عمل وحاجات كتيره وامكانيات كتيره يعني مش عارفين وعائدات يعني انا سريعه. مش عارف ما شاء الله يعني اعدد استخدام الجهاز ده، بيستخدم حربيا، بيستخدم في توفير الطاقه في المصنع، في السفينه، في القطار، في في كل البئر الارتوازي، في كل الشغل بيديني الميكانيكي 15 سنه ميه فقط، هيديني ميه مدى الايه؟ مدى الحياة. والحياه، وده متوقف متهيألي يعني مش يعني مش متأثرة ك 20 ولا 30 ألف غير كيلو. كده يعني في نظم رفع المياه كمان، يعني طريقة تعامله مع المياه، يمكن توصلت لنقطة معينة في قاعدة باسكيل الفيزياء اللي تحكم حتة موضوع المياه ديت لخلل، يعني يمكن قاعدة باسكيل المؤخص بتاعها بتقول ان الغاز او الهواء بينضغط بيفقد جزء من الحيز اللي هو فيه بالضغط. المياه لا تنضغط وتنقل الضغط لجدار الاناء. هو فعلا بالضغط يمكن ما تفقدش حيز، لكن لو انا مثلا جايب انبوب مثلا زي مثلا مستخدم في الحريق او حاجه، عاوزين نعمل اختبار للشبكه مثلا الارتفاع 10 متر بيديني ضغط 1 بار عند القاعده بتاعته، فببتدي اما ابتدي ازود الضغط هو بيقبل سائل جديد. اذا السائل المائع بيقبل الضغط بمائع، وده هطلع منه او استفيد منه اختلاف الكثافات، وزنه زاد، وبالتالي هنا المكن الموجود او النظم الموجوده لرفع الميه بتكون عاجزه عن رفع الميه اما تبتدي تبعد زياده عن 10 متر. فاصبح اضطر يعمل طومبات اعماق. يمكن في طرق استحدثت في امريكا دلوقتي انه بيضغط الهواء عشان يبتدي يقلل الكثافات، ان طبعا وجود الهواء مع المايه بيعمل طاقه وطأة كدفع للمايه لاعلى، الى جانب ان زي ما قلنا ان قاعده باسكال بتقول لنا ان الغاز او الهواء بينضغط بيفقد الحيز بتاعه، فبالتالي عمليه الضغط على جدار الاناء حررت الضغط شويه على المايه، فدي من الحاجات اللي بتعوق سريان الماء في الانبوب. فبالتالي يمكن في نظامين لرفع المايه او متعارف عليهم، نظام المركزي اللي هو مروحه في صندوق في بوكس وبنقول عليها ترومبا، او النظام البستمي.
اوجدت انا او ربنا سبحانه وتعالى وفقني في ان اصمم نظام جديد بيعتمد يعني في طريقه عمله، يعني يخليني اتعامل مع الميه مع وزن بدون ضغط، الضغط ما يزيدش عن نص بار من خلال تجزئه الماء كل 5 متر في الانبوب بشكل معين. وده يديني يعني ممكن من غير النظام بتاع الحيوان يشتغل على البير يرفع ميه. يعني انت وصلت كمان اختراع جديد، هو من ضمن المنظومه، من ضمن المنظومه اه، يعني الجهاز نفسه يخليك ترفع الميه من خلال تعاملي مع قاعدة البسكال. طبعا في حاجات يمكن ممكن نشوفها ونعرفها لكن مش مفعله او ما نستفدش منها. يعني انت مثلا تشوف برميل بنحاول بنجيب خرطوم منه ومثلا بنطلعه بنسحب بنشد بقنا والميه تطلع من، احنا بنقول الميه ما بتطلعش العالي وتبتدي الميه تطلع من الخرطوم وتنزل الناحيه الثانيه. دي بسبب الضغط، يعني بسبب الضغط الجوي والنظريه الاول المستطرقه. ومن خلال الموضوع ده انا صممت حاجه وفعلا عملت عليها تجارب وطلعت بنظام نقدر ازود بيه الفلاح وهيبقى تكلفته اقل من مكن الري، يبتدي يروي بيها من النيل مجرد بنظام ري ذاتي يوفر الوقود في استخدام في استخدام يعني اللي هو عن طريق نظريه باسكال. حضرتك من خلال الجهاز برضه ده من خلال نظام بيخلي الفلاح يروي دون استخدام مكنه الري، بدون مكنه الري، نظام ذاتي يفتح محبس يروي توصل. برضه في برضه من خلال الموضوع ده او عمليات قاعده البسكال ديت اللي بتكلم عليها توصلت برضه لنظام باستخدام الضغط الجوي، ان احنا شفنا المطر او السيول من 4 سنين في اسكندريه قدرنا ندفع المعدات تسحب من على الارصفه المايه والكلام ده، لكن المناطق الزراعيه زي البحيره او الدلتا ان المايه دخلت البيوت ومتقدرش، وطبعا اراضي زراعيه ما تقدرش تدفع معدات. من طريق فكره بسيطه جدا من خلال عمليه نقل المايه بالضغط الجوي ديت نستخدم يعني خراطيم الحريق ديت ونظام توربيني زي مصغر من سائق الفلاح، بس تستخدم تعمل حوض صغير في كل الاماكن اللي هي الواطيه، ان انا بس املى ابتدي اشغله ذاتيا باليد، ان انا املى الانبوب ده لغايه ترعه اقرب ترعه ليا او صرف زراعي، ومجرد ما اتملى وخلاص بسيبه ويبتدي بالضغط الجوي ينقل المايه. ينقل المايه بدون مكنه؟ لو انا لو نقلتها لترعه، وخصوصا عندي مشروع نصر بينقل المايه غرب التلتا الكرة بنجر السكر او شرق منطقه الصالحيه، منطقه الصالحيه برضه اقدر انقل المايه بدون المناطق ديت، لاني ما اقدرش اصرفها المياه الجوفيه في الدلتا بسبب الضغط البحر المتوسط او بما يسمى الضغط الاسموسي. يبقى اذا برضه الجهاز من خلاله برضه بتسحب مياه الامطار، مش من خلاله، من خلال الحاجات اللي اشتقت عنه، لكن هو دي كلها مشتقات من الجهاز، مشتقات يعني الجهاز كان سبب ان انا اوصل فيها من خلال مثلا عمليات يعني مثلا الراجل الفلاح اللي عنده واخد مثلا ارض في الصحراء 20 30 فدان، في نظم عملتها ممكن من غير الجهاز في حد ذاته يقدر يشتغل بالحيوان، ما يجيبش جهاز خالص، لان من ضمن الحاجات اللي بتحط تكاليف كتير على الزراعه صفحات الجهاز مش عارف 120 جنيه دلوقتي او حاجه، وما بتستحملش يوم مع الفلاح. يعني انت قصدك ان الحيوان هيشغل؟ انا طبيعي كده كده مربي الحيوان في المزرعه. فمثلا عندنا اكبر المشاكل السقايه زمان اللي هي السقايه هو بتضرب الحيوان، كل ان انا بعمل له زراعه قايم وزراعه قوه زي السقايه بيدور الجهاز. طبعا الكلام ده بيرفع المناعه للحيوان، احنا عندنا الثروه الابقار والكلام ده اتعرضت لمشاكل صحيه خطيره من ساعه ما بقاش الحيوان يشتغل، لكن عمليه الشغل للحيوان بترفع المناعه بتاعته بتزود صحته. فانا ما يبقى عندي حيوان واستثمره في بدل ما بروح اجيب طاقه واشغل موتور وصداع وشغلانه، لا. يبقى انت حضرتك الفكره كلها قايمه على ان انا بحول الطاقه الى طاقه وضع، وكل المنبثق من الجهاز يستخدم في كل المنبثق من الجهاز بيساعدني ان انا اواجه عصر قادم ممكن تقف فيه نظم الطاقه. يعني ممكن ان انا من دلوقتي لو انا يعني لا انا عاوز مثلا ضمن التنميه المستدامه بتاعتي يبقى عندي توعيه، يبقى مثلا المفروض ان انا مثلا عندي حاجه بتكلم فيها مثلا من ضمن الحاجات اللي تفيدني وتبقى جزء منها ان انا اطور سلوك افراد المجتمع. بمعنى
اول حاجه انا المفروض ان انا طالب الجامعه ده يعرف ان انا في حاله الدنيا وقفت اتصرف ازاي، او حتى لو عملنا لجان شعبيه ايه التصريف، ايه وايه الخطوات اللي اخدها، ازاي تقدر تكون مثلا في حاله توقف نظم الطاقه. عندي حاجه واحده بس، نوع واحد بس من المحركات اللي هو بيفضل شغال، اللي هو بيعتمد على غرفه حريق. انا مثلا بيبقى عندي البوجيه البيستم او المكنه البستميه او الموتور المحرك البستمي، لازم بدي مثلا بنزين مع هواء وبضغط وبدي شرز كهرباء بالبوجيه. طب ما فيش كهرباء ما حصلش الانفجار، الموتور ما اشتغلش. طب اللي هي بتعتمد على اللهب غرفه هو ده اللي بيشتغل معايا. ازاي انا اقدر اكون يعني اقدر مثلا النظام بتاعي لو اتحط في هيوفر معايا طاقه، وفي نفس الوقت ممكن يشتغل بقدره الحيوان وممكن يشتغل بالمحرك. لكن انا عندي مشكله اللي هي مشكله البترول مثلا في 2033 بيبتدي ينفذ في الخليج العربي. انا معاك عند موضوع البترول ده موضوع كبير وهنروح عذرا استاذه. اهلا بيك. يعني يعني احنا نعرف ام المصريين، ولكن جديد علينا ام المخترعين. حضرتك يعني هتدينا نبذه عن ام المخترعين، اتفضلي. هو سبب تسميتي بأم المخترعين إن أنا ما عنديش أولاد. لفت نظري إن الولاد الصغيرين لما بيلعبوا في البيت تبص تلاقيهم جايبين الحاجات الصغيرة اللي موجودة في البيت بيعملوا منها أشكال ويخترعوا حاجات جديدة في المكون نفسه. فده بينمي عقل الطفل وبيطلع لنا بحاجة جديدة، فهو عنده استعداد فطري الطفل المصري عامة. بدأت الحكاية ان انا كنت في رحلة وليا برضو اولاد اخويا بيلعبوا في المكونات اللي عندهم يعملوا اشكال جميلة جدا، ده اختراع. لقيت فيه ولاد كتير هاوية الحاجات دي، واللي نفسه يطلع طيار فبيقعد يعمل حاجات كده ويعمل طيارة وكلام زي كده. فطبعا ابتديت أمشي في الطريق ده من وقتها. فشاركت جمعيات كتير للمخترعين، شاركت جمعية النقابة بتاعت المخترعين، ابتديت أقوم بالدور ويتلف حواليا الأولاد. أنا بدأت بالأطفال الصغيرة. بدأت بالأطفال الصغيرة. الكبار ابتدوا يلجأوا لي في المعارض، يهتموا بنشاطي. كبار المخترعين زي دكتور زكي عبد اللطيف، دكتور سعد الراوي، دكتور مصطفى النحراوي. فلقيت إن أنا ماشية في المجال ده. أستاذ محمود بكري عنده مؤسسة للتنمية والثقافة، للثقافة والخدمات. من ضمن التكوين بتاع المؤسسة عمل لي شعبة مخترعين، ومن هنا ابتديت أمارس منها عملي مع المخترعين. بنقدم معارض، بنقدم ورش عمل بيجي لها دكاترة متخصصين متبرعين. عملي نفسه هو عمل تطوعي تبرعي. التف حواليا كتير، فانا لقيت ان انا ادي في الاختراع واوديه معرض واعمل له اموره داخل الاكاديميه واسافر عده جامعات. حسيت ان ده مش كفايه، تكوين المخترع نفسه في سن الشباب محتاج دمج مع المجتمع نفسه، محتاج انه ثقافته توسع، يعني مش يبقى على قد الاختراع بس. ابتديت اودي فعاليات مجتمعية، مؤتمرات، بنوديهم رحلات، وبنساعد ان هم يسافروا كمان الخارج. ساعدنا اكتر من مخترع انه يسافر بره عشان يعرض الاختراع، عشان يعرض اختراعه. وعندنا جوائز عالمية خدوها الحمد لله. انا مش بسافر في غيري بيقوم بهذا الدور. لكن لقينا نتائج مبهرة، ولكن بينقصنا شيء هام. هو احنا بقى في لكن احنا بينقصنا شيء هام، ثقافة المجتمع نفسه. يعني من فترة بسيطة مع جهودي وجهود زملاء ليا في مجالات المخترعين ابتدى يعني الدنيا تحس بينا.
لما دعمنا الرئيس وابتدى يدي لفتة تجاه المخترعين، بقى النهاردة كل حد في المجتمع عارف يعني ايه مخترع. ولكن دي المستثمر المصري. المستثمر المصري فين من ده؟ من تبنيه، يعني في بلاد بره، في امريكا، في اي دولة، لما بيلاقي مخترع بيبتدي يتبناه ويظهر اختراعه للخارج. وعلى فكرة هو متهيألو ان الاختراع يخسر فيه، ده بالعكس هو الاستثمار هيكسب. في الاختراع هيجيب له ضعف اللي هيكسبه في يعني هو في حياته. بيستسهل ان هو يستورد، لكن انا بقول له ده هدف قومي، ده هدف انساني، ده هدف اقتصادي، انت هتكسب من ورا المخترع ده. واهمالنا للمخترعين ادى لظهور طائفه من السماسره في هذا المجال. بمعنى انا مش هذكر اسماء، هم عارفين نفسهم، بياخدوا المخترع ويبتدوا يسوقوه في الدول العربيه، ياخدوا منه اختراع ويبيعوه بره ويظهر باسم الدوله. ابتدت اسرائيل برضو تشوف شغلها في الزحمه دي، ابتدت تبعت لنا ناس في قنوات معينه يبتدي المخترع يسهب ويقول له أنا في الآخر هديك جايزة. كانت النتيجة إن هو عرض بدون جايزة اختراعه وسرق الاختراع، مش عارفين له آخر، هو بس فرحان. اوعى تقول سر الاختراع، لا، هو بيتفرج عليك مطور تكنولوجيا عندهم، بيطور كمان فكرتك، يعني ما بيقفش عندك. خد فكرتك وطور عليها. النهارده انت بتقول لي اسرائيل الاولى في العالم، دي اسرائيل بتخترع. لا يا حبيبي، اسرائيل مش بتخترع، اسرائيل بتسرقني هنا، وبقولها بوضوح، وده الكلام اللي انا قلته في جامعه الدول العربيه في المؤتمر، نفس الكلام بعيده تاني. احنا بنتسرق. عشان حضرتك احنا ما عندناش للاسف رجال اعمال بيستثمروا في حاجات تافهه. ما فيش يعني رجال اعمال. الاختراع بتاع الاستاذ يحيى يعني يعتبر رقم واحد في العالم. يعني لو تقدم هذا الاختراع لجائزه نوبل، الاستاذ يحيى يفوز بجائزه نوبل. لان هو اساسا عامل ثوره انك انت توفر 90% من الطاقه في وقت ان العالم بيقسم من الطاقه. في وقت ان احنا عندنا الطاقه الكهرومغناطيسيه اللي هتاثر في عدم وصول اي سلاح ليكي للعدو، مش هيقدر يضرب اي دوله لان الطاقه الكهرومغناطيسيه توقف العمل، هو الجهاز بتاعه يقدر يتغلب على ذلك. بالظبط كده. يبقى اذا احنا بنطالب، وللاسف يعني انا تواصلت مع عضو مجلس الشعب مشكورا وبعت له الاختراع بتاع الاستاذ يحيى وقال انه يعرضه في مجلس النواب. احنا عاوزين وزير الصناعه، اين وزاره الصناعه؟ من لما راجل زي ده ما عندوش امكانيات يعمل قياس جوده، واللي عاوز ينتج بيتحجب بقياس الجوده، بيقول له هو ما معهوش فلوس. طب انت عاوز تنتج الجهاز، طب ما تدفع له قياس الجوده. الراجل هو عامل نموذج باع 100 متر يملكها، يعني وده اثر على بيته طبعا. بالتاكيد. بالتاكيد. وبعدين اعمل له قياس الجوده 30,000 ب 40,000، وانت حضرتك هتبيعه بمليارات، ده الجهاز ده يتباع بمليارات. لو اي دوله اجنبيه تواصلت مع الاستاذ يحيى وهو رافض هيخطفوه بالجهاز، لان انت بتتكلم عن طاقه في القطارات، طاقه في البئر الارتوازي، طاقه في السفن، طاقه في المركب الحربي، طاقه للفلاح انه يزرع على الارض بدون ميكنه، طاقه لرفع المياه اكتر من 1000 متر. يعني اذا جهاز يعني بيفيد حاجات كتيره جدا. طب حضرتك يعني بما انك يعني تواصلت مع مؤسسات، يعني حضرتك وناس سافروا للخارج، بالنسبة للمخترع اللي هو ما سافرش يعني وما عندوش امكانيات، يعني حضرتك هتقدر تعملوا ايه؟ احنا بندق كل باب، لكن احنا عايزين مستثمرين وطنيين يخافوا على البلد دي، يرفعوا من اقتصادها. احنا مش بنصنع ابرة خياطة يا جماعة، احنا عايزينكم تساهموا زي زمان، تحطوا ايديكم مع الدولة. الدولة مش هتعمل كل حاجة. المستثمر ما تستسهلش انك تستورد، لا، انت عندك قدرة بشرية. ما هو اللي مستورد في يحيى وغير يحيى، الجهاز بتاع الاستاذ يحيى في جزء منه هو بيستورده، احنا وصلنا 2 مليون دولار،
هو بيعمله الاستاذ يحيى بكام وهيشغل 10 اضعاف اللي هي الطاحونه، هيعمله 100,000. طب ما انت تدفع ال 100,000 للاستاذ يحيى يعمل لك جهاز، وانت اللي تصدره بقى بكام؟ المستثمر صدره ب 2 مليون. خايف على فلوسه، ما اعرفش ليه مش بيغامر مع الدوله ويعمل اقتصاد ويرفع اقتصادها، ليه مش بيغامر بفلوسه عشان يكسب اكتر؟ هو مش هيخسر بالتاكيد. احنا عندنا مش الاستاذ يحيى بس، احنا عندنا في المؤسسه كتير زي الاستاذ يحيى، وعندنا اولاد صغيرين، وعندنا ذي الاعاقه كمان، ممتازين كلهم، ممتازين فعلا بحق ربنا. وده مش كلامي انا مش مختصه، كلام اللجان المختصه نفسها، وخدوا عده جوائز، وخدوا عندي في شيكات. ولكن اين المستثمر المصري؟ عشان ده يبقى فرض الواقع. اين المستثمر المصري؟ مصر على فكره بالاختراعات دي تتنقل نقله عالميه، نقله كبيره، والرئيس نفسه بيشجع ده. ولكن في ناس بتستثمر في العمارات وفي الشقق. لا، اسهل حاجه دلوقتي العمارات، حتى على حساب الارض الزراعيه. هيجي وقت عندنا تكون الخصايه ب 100 جنيه لان ما فيش ارض تزرع عليها. حضرتك لسه قايل في بني سويف يعني بيتحايلوا على القانون، يعني الشيطان خد اجازه وسافر بره. طيب وانا جايه لحضرتك من كوبري القبه لغايه عند حضرتك هنا مدينه الانتاج الاعلامي، كنت بشوف على الطريق الدائري مجموعه من الفدادين. النهارده انا ذهلت مش شايفه فدان واحد. لان هم بيستسهلوا مش البنا. طب هتاكل منين؟ طب هتتنفس ازاي؟ لا، يقول لك الدوله المفروض بقى هو لا المفروض هو يبيع الارض ويبني عليها ويحط فلوس في البنك، ويقول لك الدوله هتعمل لك ايه؟ الدوله هتبني لك شجره في عمارتك، ولا هتاكلك في عمارتك؟ ايه الطمع ده؟ ليه مش بنبص للصالح العام بتاع الدوله؟ هنسيب الصالح العام ونروح للاستاذ يحيى. وقفنا عند البترول، عاوز تقول لنا يا استاذ يحيى في البترول؟ البترول يمكن بيخلص في الخليج العربي سنه 2033، ويمكن في التسعينات كانوا بيقولوا لنا في الخمسينات. يعني هو ده يعني بناء على دراسه ولا حضرتك؟ ده دراسات جيولوجيه، لكن حاجات معلنه بنقراها. فكل المقصود مثلا الخليج العربي بيحتوي على 62% من احتياطي، فمعنى كده ان قبل 2033 هنكون قدام ازمه اقتصاديه كبيره. بسبب ان البترول هيخلص في الجزيره العربيه اللي بيمثل 33. طبعا الدول صاحبه المكان وتام مش هيفضل يبيع لاخر نقطه، محتاج يعمل لنفسه احتياط استراتيجي. طب حضرتك عندك حل للمشكله دي؟ حل المشكله ديت انا كنت اتكلمت، او كنت طبعا كنت عامل حاجه اسمها مدائن ينابيع الطفو واحد ومدائن ينابيع الطفو اثنين. النظم ميكانيكيه للعمل بظاهره الطفو كطاقه وضع لانتاج القوه. فكنت عامل نظام خاص بالبحيرات الصناعيه ونظام خاص بال يعني لسه النهارده كان بيتكلم عن تطوير البحيرات في مصر. تمام حضرتك. الى جانب ان طبعا النظم ديت لما وصلت لمرحله الفحص الفني وكان مطلوب مني حسابات هندسيه، طبعا ما قدرتش برضه بسبب الفلوس. لجأت للمركز القومي للبحوث، الكلام ده كان في 2008، وطبعا بعد ناقشوني لمده شهر، كل كان اسبوع جلسه ساعتين، بناء سليم علميا دخلوا معايا شركاء، لكن وقفنا ان مفيش فلوس ننتج نموذج. اللي هو المركز اللي مفيش فلوس تنتج المركز. انت بتتكلم برضو عن نموذج مش قليل، انت بتتكلم عن نظام بينتج 340، بيشتغل بقوه 340 حصان بوسط ظاهره الطفو. ده يعني انت لو تقريبا لو عملت منه تلتين مساحه بحيره نصر بيديك كهرباء مصر من مره ونص لمرتين. يعني الجهاز ده لو انت عملته في حاره نصر بس كان يعني انا طبقت يعني مساحه بحيره نصر مش قليله. لو انا طبقت تلتين مساحه حطيت يعني زرعت تلتين مساحه بحيره ناصر بيه تقريبا هيديني كهرباء مصر من مره لمرتين. يعني من مره يعني ونص مرتين. يعني احنا مش قادرين نعمل جهاز 300 الجهاز ب 300 لانه بيعامل جهاز يعمل 2 مليون 10 مليون. مش هيعمل 10 مليون ولا حاجه. انت بتقول هيوفر لمصر قد طاقه بحيره نصر كهرباء. انا ما اغطي بالجهاز بتاعي يعني ما انتج عدد من النماذج ان هي تغطي تلتين بحيره نصر. يعني مجموعه نماذج
هتحطها على البحيره. اه زي ما كنا انا على ذلك حتى تلاقيني فقط حتى تلاقيني مسدين الكهرباء قد مصر مرتين، استهلاك مصر مرتين. الى جانب انه بيعالج، طب ده محتاج، ده احنا لجان بنحط مليارات في لعاب الكوره. لا ده الى جانب انه بيعالج المشاكل البيئيه لبحيره ناصر. لان طبعا طريقه عمله بتأدي لحركه المياه بسرعه الجريان، والقاعده العامه بتقول اذا توقف المياه عن الجريان فسد. اذا الجهاز هيحرك المياه بيقدم لي معالجه طبيعيه للمياه ما يخليهاش تفسد. لان انا ثبت علميا ان المياه ديت بعد ما بتتركن في البحيرات ما بتتركن في البحار الصناعي بينشا فيها مواد عضويه، بتدي انا فطريات يعني. فطريات ومواد عضويه ونباتات احيانا سامه، فما بيجيني هنا في عشان اصرفها للاستهلاك بتضي اعالجها بالكلور والشبه. المشكله استاذ احنا اي جهه تتبنى الموضوع ده، ده بقول لك لعب الكوره ب 50 مليون و100 مليون، احنا لما نعمل مجموعه اجهزه تنتج لنا قد كهرباء مصر مرتين، ده احنا يعني هنصدر الكهرباء ويبقى ما عندناش مشكله في الكهرباء. ده الى جانب هو جهاز طافي يعني معتمد على الميه اصلا. فتتبص هتلاقي بثبت. انت وصلت خلاص وافقوا عليه، مش بتقول المركز القومي قمه البحوث شاركني فيه من 2008 في 2008. انت بقالك 12 سنه مش لاقي حد يعني يدفع على جهاز يوفر لمصر كهرباء. ده الاهم من كده ايه؟ الاهم من كده ان انا يعني انت يعني ما بنيجي نعالج الميه بكلور والشبه بيقول لك الكلور بيتفاعل مع المواد العضويه ويؤدي لتلف كبدي، فشل كلوي، سرطان. الجزء الثاني ما بيعالج الطمي اللي كان بيجيني يجدد خصوبه التربه الزراعيه مع الفيضان اتمنع ببناء السد، نضطر نجيب شركات من بره تطلع الطمي ده، وتيجي شركات تانية طلع منه الفوسفات عشان نستخدمه كسمات كيماوي. النظام بتاعي بيخرجه في صوره ماء عاكر واخضر وطبيعي من طبيعي اخضر، اسحبه في انابيب مماثله لخطوط انابيب البترول، والري في مصر بيعتمد على شبكه من الترع في عمليه الري، فاخضر ان انا الطمي اللي جاي ده في صوره ماء عاكر انزله الترع على طول، احوش ميه النيل واديله نبط يعني فكره بسيطه جدا، اديله نبط ريب الماء اللي هو العكر يعني في متوالي جهاز. شوف يا دكتوره انا بقول لك حضرتك يعني جهاز نادر ما فيش زيه في العالم، يعني الجهاز بيجدد الميه الراكده، الجهاز بيولد كهرباء، جهاز طف، والجهاز بيجدد الطم، مين اللي الطم يرجع له؟ على المركز القومي للبحوث قالوا ما لقوش فلوس يخترعوا الجهاز. طب ايه رايك في الموضوع ده؟ عشان مش لاقي والله المستثمر المصري برضه. أين المستثمر المصري؟ اين القوات المسلحه؟ طب انا كنت حضرتك بعت لي يعني حاجه جميله جدا، يمكن انا ما انا اكمل لحضرتك ماشي اتفضل. وهي انت عامل جهاز هيقضي على تسونامي اللي هو مدمر امريكا ومدمر اليابان وبيموت الاف يعني. هو زي ما قلت لحضرتك انا عامل نظامين لانتاج الطاقه بظاهره الطفو كطاقه وضع. وقلت لحضرتك في نظام خاص بالمياه العذبه بالبحيرات الصناعيه زي بحيره ناصر، وفي نظام خاص بالمياه المالحه البحار البحار والمحيطات. طبعا الشغل فيه او يعني في صوره ابراج البرج بيوصل ل 1000 متر تحت سطح الميه بقوه 3000 حصان. الكلام ده بيبقى موجود في صوره مدينه تحت الميه. ففي حاله ما بيحصل عندي كان طبعا الكلام ده انا مسجل البحثين دول او الابتكارين دول في 2007 و2008 يعني بقى لهم 13 سنه. لما وصلت لموضوع الفحص الفني لجأت المركز القومي للبحوث ودخل معايا شريك، لكن فضلت حته انتاج النماذج هي مشكله ووقف الموضوع. لكن قريت حضرتك انا هكمل لك انا جاي لحضرتك في الكلام. فكان من ضمن وظائف بالنسبه للنظام الخاص طبعا كان في 2014 قريت تقرير عن طريق نشره او بيتكلم فيه رئيس هيئه رصد الزلازل ان منطقه شرق البحر المتوسط دخلت هيئه منطقه بقت منطقه نشطه للزلازل، وان اي زلزال بمقدار 6.75 على الاخطر هيؤدي لتسونامي على سواحل افريقيا. وبالتالي احنا محتاجين نعمل مصدات كيلو بيتكلف مليون جنيه، والا هنضطر لتهجير 12 مليون فرد من الساحل الشمالي لو حصل تسونامي. طبعا انا كان بالنسبه للكلام ده بالنسبه ليا كان مشكله ان انا طبعا لو مدان يعني بيع طفو ده لو الجهاز ده موجود في المياه او في صوره مدن وقت ما يجي يشيل الجهاز ده ويرميه بره. طب هحل المشكله ديت في ايه؟
ان انا لازم انا اوقف، تلاقيت لنفسي ان انا لازم انا اوقف التسونامي ده كمد بحري. اوقفه بايه؟ اوقفه بان انا اصنع مد صناعي ميه تقابل ميه. يعني ايه اذا انت عملت في الاول؟ الفكره ان انا اوقف المد ازاي الاول عشان الموج ما يشيلش جهاز المدائن. انجد تسونامي هشيله، وبعدين هيبقى مثلا حاجه صناعه كبيره مش قليله وثروات، فهتبقى مهدد. اي حد اقول له والله اعمل لي مطار يقول لي التسونامي هيهد هيشيله لك. فبعد ما خلصت بعد ما وصلت لفكره ان انا اوقفه بمد السونامي، اوقفه بمد صناعي، فكرت في التسونامي في حد ذاته، وجبت وقريت عنه من على النت، وبدات جبت اقوى 35 تسونامي حصلوا في الألفين سنه اللي فاتوا متأرخين، وخدت منهم تسونامي اللي هو حصل اسمه تسونامي بيروت في البحر المتوسط، واتكلمت عنه، وابتديت قسمت الميه بين كل شاطئين لثلاث مراحل، وقلت ايه ما فيش حاجه اسمها ارتداد، واتكلمت عن حاجات كتيره، لكن انا عاوز اوصل للخلاصه. الخلاصه ان التسونامي اما بيحصل يعني كان مفروض مثلا في الوقت اللي حصل فيه ده سنه 551 قبل ميلاد الرسول، كانت موجوده مكتبه الاسكندريه في عز وجهها، وكان مفروض بناء على التفسير اللي موجود انها ترصد المد الارتدادي اللي بيتكلموا عليه، وده ما حصلش. لكن من التاريخ اللي انا شفته او اشرح، قلت يعني هما طبعا في الشرح الجيولوجي بيقول لك بيحصل نتيجه الضغط لتحت سطح القشره الارضيه بينتج انفجار بيعادل، الكلام ده قالوه علماء الولايات المتحده الامريكيه، ما يعادل 180 مليار طن من ماده تي ان تي شديد الانفجار، فبيحصل ان القشره الارضيه بترتفع كرد فعل الانفجار. اذا الانفجار اللي بيحدث ده، هل الزلزال اللي هو فيه؟ ما هو ده اللي بيحصل عنه زلزال، ما هو ده نتيجه الزلزال. فالقشره الارضيه نتيجه قوه الانفجار بتعلى وتوطى، فبترفع المايه تنزل. انت كاتب حاجه ان انا بقول لك حضرتك، انت كاتب ان في زلزال حصل بقوه 8 ريختر وما عملش تسونامي. ما انا في التفسير انا قلت ايه؟ الحالات اللي بتعمل تسونامي لازم يكون بيحصل انفلاق في القشره الارضيه بشكل عرضي موازي للساحل. وبالتالي المايه اللي على ناحيه الساحل بتنحصر. لو انت سبتني حضرتك كمل من الاول، انا هم بيقولوا في التفسير الجيولوجي ان بس عشان الوقت انا عاوز اوصل للخلاصه عشان قدامنا دقيقتين. طيب لو عليت الكره الارضيه زي ما بيقول القشره هيحصل المد الاول، لكن اللي بيحصل الانحصار. وبالتالي ده بيحصل نتيجه الانفراق في القشره الارضيه، وتروح كميه المايه من ناحيه. فانت حضرتك عملت اختراع انك انت هتعمل مد صناعي هيحصر الايه؟ المد التسونامي، وبالتالي هتحمل ايه؟ المهم الخلاصه عشان الوقت، ان استفدت من ضمن الحاجات ديت ان بينتج عن تسونامي او الزلزال اللي بيحصل، بيوجد اماكن في القشره الارضيه بيؤدي لتحلق بيتكون فيه التحلل بتاع الكائنات الدقيقه اللي بيكون الغاز، وده بدل البيئه على وجود حقل زهر المصري للغاز، والحقل الاسرائيلي وحقل افروديت لانها كانت في منطقه التسونامي. وبالتالي انا لو رحت الاماكن اللي هي حصل فيها التسونامي القديم ونقبت على الغاز، هتلاقي الغاز اللي هو يعوض البترول. طيب احنا هنقف عن كده يعني. وطبعا انا يعني كلمت النائب والزميل الاستاذ مصطفى بكري، والراجل مشكورا رحب وبعت له المشروع عشان يناقشه في مجلس الشعب مشكورا، وخطبت النائب محمد اسماعيل برضه نائب في مجلس الشعب وصاحب قناة الحدث اليوم، وان شاء الله يعني الاختراعين بتاع الاستاذ يحيى ان شاء الله هيلاقوا صدى، وهيلاقوا صدى من الدولة لان ليس لهم مثيل في العالم. بنشكر الاستاذة فاطمة ام المخترعين. اسمح لي اوجه كلمة للأستاذ محمود بكري صاحب مؤسسة محبي مصر، هو أخو الأستاذ مصطفى. لأن هو متبني المخترعين وبيقدم أقصى ما يمكن من مساعدة لي. بنشكر أستاذ محمود، شكرا لحضراتكم، ونتمنى أن احنا نكون يعني أسعدناكم بهذه الحلقة ونقدم لكم مخترع عظيم المخترعين المصريين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.